معكم سامر بودرغم من انفينيتي الشرق الاوسط. اليوم عم نعمل لونش بعمان لسياره انفينيتي كيو 30، سيجمنت جديد لنا كانفينيتي، وكمان هي عم تطرح سيجمنت جديد بالسوق اليوم بنسميه كومباكت اكتيف. الكيو 30 بتجي بمحركين، في ال 1.6 تيربو بيولد 154 حصان و250 نيوتن متر من التورك، وفي كمان ال 2.0 تيربو اللي بيولد 208 حصان وفي كمان بيعطي 350 نيوتن متر اوف تورك. الترانسميشن هي ديوال كلتش ترانسميشن 7 سبيد اوتوماتيك، ومصروف الوقود كثير ممتاز. هذه السياره ممكن تعمل لحد 17 كيلومتر للتر، وهذا شيء كثير ممتاز. انفينيتي كيو 30 بتجي كمان بميزه جديده، هي الاولى من نوعها بهيدا السيجمنت بالتحديد من السيارات، اللي هي الاوتوماتيك باركينج. سياره ممكن تصف وتغير الستيرنج بنفسها لتصف باي نوع من الباركينج اوتوماتيكلي. ديزاين تبع الانتيريور تبع الكيو 30 كثير جريء، وفي عنا الليذر جلد كثير فاخر، ومنشوف اللي مميز فيها من الداخل هو الديزاين والزوايا الموجوده اللي هي بتجسد انفينيتي، وكل سيارات انفينيتي من الداخل مميزه جدا وفاخره جدا. واذا بنطلع كمان بالشاشه، الشاشه بتعطينا الاراوند فيو مونيتور اللي هي شاشه 360 درجه افتراضيه، وفي كمان كثير استخدامات بقلب الشاشه وتقنيات، منها كمان الانفينيتي ان تاتش لكيو 30 اللي ممكن كمان تشبك الايميل تبعك والكالندر تبعك. الفرونت بامبر كثير سبورت، ومثل ما تشوفوا الجريل كمان كثير سبورت باللون الاسود. وهذه السياره بتجي كمان مع مون روف. السياره فيها 7 ايرباكس، ديزاين معمول بشكل كثير منيح كرمال اذا صار في حادث اصطدام من الامام، ديزاين بتحمل عبء الحادث. وكمان السياره فيها انظمه كثير مهمه، طبعا في باركينج سنسرز من الامام ومن الخلف، وكمان فيها فورورد كوليجن وورنينج في حال رح يصير في كوليجن من الامام السياره بتعطي وورنينج، وكمان بتعمل انجيجز البريكس، بتضرب الفرامات كرمال توقف السياره في حال اصطدام امامي. في كمان لين ديبارتشر وورنينج اذا عم تطلع من حاره السير، السياره بتعرف وبتعطي كمان وورنينج. وكمان في البلايند سبوت وورنينج اذا في حدا بالمنطقه العمياء، السياره بتعطي كمان تحذير على هذا الموضوع.